أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى 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 محمد. لا يزال الكلام في مقدمات الصلاة. سابقا أخذنا البحث في تعداد الفرائض والنوافل. اليوم إن شاء الله ندخل في بحث جديد وهو مقدمات الصلاة. مقدمات الصلاة متعددة. المقدمة الأولى الوقت. تقول الآية القرآنية في سورة الإسراء: أقم الصلاة، أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر. إن قرآن الفجر كان مشهودا. إذا ثلاثة أوقات. الوقت الأول الفجر، الدلوك عفوا، زين، يعني الزوال، يسمونه الزوال. الوقت الثاني اللي هو شنو؟ غسق الليل. هذا وقت من العشاءين الى غسق الليل، زين. والوقت الثالث هو الفجر. فراح نسأل سؤال، ما هو معنى الدلوك؟ وخلونا بالاوقات، اليوم خلنا نفتي بالاوقات، لأن هاي مسألة مهمة جدا. الدلوك هو الزوال. ليش سمى القرآن دلوك؟ احنا مو نقول تدليك. شايف الإنسان اللي باوع للشمس بوقت الزوال يدلك عينه، يفرك عينه لو ما يفرك عينه، هاي دلك، دلوك. هسه احنا خلنا نفتهم الزوال، ما هو احنا نقول زوال الشمس، يعني وقت دخول صلاة الظهر. خوش، شنو معنى الزوال؟ نعرفه: زيادة الظل بعد نقصانه. احنا هذا التعريف كافي اعتقد، هناك تعريف ثاني: حدوثه بعد انعدامه. هذا التعريف شوية بعد نحتاج مستوى اعلى. الشمس على بلادنا تصير شبه عمودية، مو عمودية، احنا ما عندنا، ما تصير الشمس ميل عظم الشمالي، ما تصير الشمس عمودية، وإنما شبه عمودية. وراح أنا أمثل لكم هذا التمثيل. شديد من عندكم أريد إذا أمكن قصة هيك، هاي أبو شاب، هاي قصة شبه صغيرة، وصل تانكي والله هالشيء صغير يعني كافي، واحدة من عندي، ما سعى واحدة، ما يخالف كافي. شوف، لو فرضنا هذا الشخص، شخص هو شنو؟ أي شيء معتدل، سياج، عصا، أنت سن توقف الشخص. لو فرضنا الشمس تطلع من هذا الجانب، صحيح؟ ظل هذا الشخص، وين راح يصير؟ ها؟ لا طف القلوب، ما يصير هيك. اي طف القلوب، لا من هناك، اي طف القلوب، لا مو هيك، فوق قابع عدل، بعدها يم التلفزيون. نزل ايدك، شوفوا باعوك، شوف هسه لو ما اكو منا جدار، وين وصلت؟ نزل ايدك بعد، يوصل شوف، بعد نقطة، يوصل ارفعها شوي شوي، ارفعها تعال اقعد مكان، تعال اقعد هنا والزم. شوف انتبهوا لي، لو نفرض الشمس راح يكون شروقها منين؟ باعد شوف الان
كل ما ترتفع الشمس، طبعا هو الظل ماله طويل بقيت المغرب، كل ما ترتفع الشمس ترتفع وتميل الياجة. شوف 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 الظل وين راح يميل، راح تصير عليه شنو؟ ها شوف شبه عمودي، شبه عمودي. اذا الشمس مالت الى جهة المغرب راح تنزل، لو ما يبدي بزيادة لو ما يبدي، هاي بداية زيادة هو زوال. دخل وقت صلاة تمت المطلب؟ تمت المطلب؟ اعيده؟ اذن شغل اذن شنو معنى الزوال؟ زوال الشمس دخول وقت صلاة الظهر، زيادة الظل بعد نقصانه، لان الشمس من نص شبه عمودية، مو هذا ينقص، كل ما تصعد لفوق ينقص الظل، ينقص ويروح وين؟ للجهة المعاكسة للشمس. واضح؟ بداية زيادته، مو راح تنزل هي جهة، راح تروح وين؟ جهة المغرب شوية تنزل، هو يبدأ بالزيادة، بداية زيادته، وهذا يسمونه الزوال، يعني وقت دخول وقت صلاة الظهر. فهمنا هسه؟ هيك سابقا هيك حددونا اوقات. خوش. نجي لمن؟ هذا الوقت لمن يمتد؟ هسه دخل وقت صلاة الظهرين. لمن يمتد؟ إلى غروب القرص، مو هذا القرص مال الشمس وين راح يروح؟ إلى جهة المغرب. راح ينزل يختفي القرص مال الشمس. اي احسن من اختفى القرص اكو حمره يا جانب جانب المشرق، وهي وين راحت؟ الجانب المغرب. الان هسه انت اذا واقف يم بحر يم صحراء تشوف القرص يختفي، قرص الشمس يختفي، اكو حمره بهذا الجانب، جانب المعاكس لغياب الشمس، جانب المشرق. لحد الان ما دخل وقت المغرب، لكن كل ما تنزل يعني هاي الحمره دليل عليها من ضوء لو مو ضوء الشمس، اذا بعد وقت المغرب. اذا بدات هذه الحمره في جهه المغرب بمن؟ بالانسحاب، راح تنسحب من جهه المشرق عفوا، راح تجي الى جهه المغرب، يعني زالت الحمره من جهه المشرق، هو هذا وقت صلاه المغرب. إذا ما هو وقت صلاة المغرب؟ ذهاب الحمرة المشرقية، يعني من جهة المشرق وين تذهب؟ هسه أنا أسألكم وين تذهب؟ بعض الفقهاء قال إلا تعبر سمة الرأس، ارتفاع الرأس. سيد الشيش يقول، يقول لا مو شرط، مو شرط تعبر سمة الرأس ارتفاع الرأس، مجرد تنسحب هاي الحمرة بعد جهة المشرق، ما بيها حمرة انسحبت، حتى لو ما عبرت سمة الرأس بعد دخل وقت. الآن شو تسوون انتم؟ ما تشوفون أذان العتبة يأخرون؟ ليش يردون الحمرة المشرقية تعبر سمة الرأس؟ واضح؟ وهذا اختيار استحباب واختيار وجود، حتى لو ما عبرت الحمرة المشرقية، المهم زادت من جهة المشرق، حتى لو ما عبرت سمة الرأس دخل وقت صلاة المغرب. إذا بيها خلاف، الفكرة واضحة؟ زين سؤال، المن يمتد وقت صلاة المغرب بالعشاء؟ المن؟ المنتصف الليل، ورا منتصف الليل أنا أصليها قضاء لو إلى أذان الفجر، إلى المنتصف. السيد الشيخ يقول لا، إلى أذان الفجر. العشاء إلى الأذان. المغرب العشاء. المغرب العشاء. إلى أذان الفجر، يعني بعد نص ساعة وأذن الفجر. وأنا ناسي. ما صليت لا المغرب ولا العشاء. شو تصليها؟ والأداء؟ أداء. مو قضية تمام. أداء. لان يعني الوقت الاصلي ما منتهي بعد. هذا راي الخوي، راي الخوي الى منتصف الليل
بعد منتصف الليل، يعني مثلا هي كان يقول بعد 12 بالليل مثلا، شو تصليها؟ تفضل صليها عندهم قبل. احنا عندنا اداء على يصليها ساعه بالثنتين ناسيها. انا كنت مسافر، انا على سبيل المثال معذور، كان عندي قطار ونسيت، نسيت ما صليها، فاصليها بعد منتصف الليل، بعد منتصف الليل اصليها اداء. واضح الفكره؟ اتضحت ان شاء الله. خوش، نجي الى وقت صلاه الفجر. وقت صلاه الفجر من يبدا؟ من الفجر الصادق الى طلوع الشمس، لان هو اكو فجرين مو فجر واحد. الفجر الاول فجر الكاذب، يسمونه ذيل السرحان، يطلع عمود، هاي بالصحراء في اي كهرباء ما في هنا، يطلع عمود يشق وسط السماء، نور ضوء، هاي الظلمه يطلع بيها شلون العمود؟ يقول هذا ما له اعتبار شرعي، هذا فجر، بس فجر ايش كاذب، ياخذ له فشي قليل بعدين يختفي، يسمونه الفجر الكاذب. شلون ذيل الذئب؟ ذيل السرحان، يسمونه السرحان ذئب، ها؟ فيطلع النور الضوء شلون العمود بالسماء بعدين يختفي، وراء بربع ساعة يبدي الضوء شنو يتزايد بالآفاق. هذا الضوء اللي يتزايد بالآفاق هذا الفجر، يعني بهاي الجهة يكشف الوقت، بنقول هنا يكشف الوقت، اي هاي الجهة اكو بياض، هاي الجهة اكو بياض، هاي الجهة اكو بياض، هو هذا الفجر صادق. إذا الفجر الصادق هو ذلك البياض المعترض في الأفق الذي يتزايد وضوحا وجلاء. هيك السيد الشيء العربي. تأنس الفجر؟ وين راح يستمر؟ يستمر وقت صلاة الصبح إلى طلوع الشمس. بالبداية تطلع الشمس على شكل أحمر، بعدين يتحول شكلها من إلى صفراء. واضح الكلام اخوان؟ اي فهاي الاوقات الثلاثة. اذا وقت الزوال الظهرين يبدا من زوال الشمس الى غروب القرص، غياب القرص. وقت العشاءين يبدا من ذهاب الحمرة المشرقية الى اذان الفجر. ووقت صلاة الفجر من طلوع الفجر الصادق الى طلوع الشمس. هذا الكلام واضح ان شاء الله. شفنا هاي الاوقات، هاي الاوقات الثلاثة بزمن الرسول لو بعد الرسول صار. هو القران جاي يثبتها بزمن النبي. هو اكو استحباب، استحباب تفريق الصلوات، بس بشرط ما تفرق ما بين الصلاة الأولى والصلاة الثانية إلا بمن بالذكر والعبادة والاشتغال بالأمور الدينية. ما تروح تسوي لك شغله، اي ما ماكو فاصل دنيوي. هسه انتبهولي، عين انتبهولي، انتبهولي. هاي الاوقات افتهمتوها بشكل اجمالي، راح نقسمها لكم تقسيم. خل نجي نمد الزوال، هذا الحد الاول، وغياب قرص الشمس هذا الحد الثاني. من بداية الزوال بمقدار أداء صلاة الظهر، من أقول أداء مو أنت مرة صليها قصر إذا مسافر ومرة صليها تمام، بمقدار أداء خلينا نقول هسه أربع ركعات، بمقدار أداء وقت صلاة شنو؟ الظهر. شو نسمي هذا؟ هذا الوقت المختص بمن؟ صلاة الظهر. قبل غياب الشمس بمقدار أربع ركعات، بمقدار أداء صلاة العصر اللي هي أربع ركعات، هذا وقت مختص بمن؟ صلاة العصر. وما بينهما الوقت البيناتين شو نسميه؟
وقت مشترك. بس عرفت الوقت المختص. وكذلك شنو المغرب من ذهاب الحمرة المشرقية بمقدار أداء 3 ركعات، هذا الوقت مختص بمن؟ مختص بالمغرب. وقبل أذان الفجر بمقدار 4 ركعات، هذا وقت مختص بالعشاء. وما بينهما وقت مشترك. فصار عندنا وقت أصلي للفريضتين يمتد بامتداد وقت الفريضة الأصلي، وقت مختص وقت مشترك. فهمت هذا المطلب؟ شيخنا يسألني هاي مسألة خلافية. لا مو خلافية. المغرب والعشاء. أي المغرب والعشاء خلافية يمتد وقت. بس أنا إذا فهمكم شنو فائدة هاي المسألة؟ يجي واحد لا مصلي الظهر ولا مصلي العصر، قال يابا نسيت، بعد راح تغيب الشمس، اذا اصلي لي 4 ركعات تغيب الشمس، ما مصلي لا ظهر ولا عصر، شو اصلي هنا؟ اصلي العشر. العصر. العصر راح يقدم العصر على اليمن. الظهر. 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 رايح لبغداد مر بالجبال، جاب العصر على المغرب. واضح؟ راح اصلي العصر مو الظهر. قضاء. يجي واحد لا مصلي المغرب ولا العشاء ناسيه، فقعد دقايق يقرا قران، بعد اذا صلى 4 ركعات ياذن الفجر، شو يصلي هسه؟ يصلي العشاء. العشاء راح اصلي العشاء وصلاه المغرب قضاء. هاي ثمرات هاي المساء. واضح الكلام؟ كلام واضح. بعد شيء بعد خلنا نعكس المسألة. ما عنده وقت زين. لا هسه لا ما عنده بعد ما عنده. راح يجي في الشخص هنا تو أذن أذان الظهر، تو دخل الزوال، راح يقدم صلاة العصر على الظهر عمدا، فيوقع العصر في الوقت المختص بالظهر عمدا، إلى صلاة الباطلة. أول ما أذن قال يا ابن كيف يا رب شنو؟ راح اصلي العصر قبل الظهر. وين اوقع العصر؟ بالوقت المختص بالظهر. قلنا بطلت. واضح الكلام؟ عمدا مو سهوا، عمدا. وكذلك المغرب تو اذن المغرب، الان ذهبت الحمره المشرقيه من جهه شنو؟ المشرق. قدم العشاء على المغرب، فاوقع العشاء وين؟ في الوقت المختص بالمغرب. قلنا بطلت. هاي الحكاية واضحة؟ واضحة. أما أحكام الوقت المشترك بعد وين ناخذها؟ بالمنهج. وهي بيها أحكام غير. هاي بيها أحكام متعددة. أنا هسه طرحت مسألة الوقت أوقات الفرائض بشكل شنو؟ إجمالي. بقت عندنا مسألة. شخص صلى قبل الفريضة. ها؟ قبل دخول عفوا قبل دخول الوقت، يعني بعد ما مأذن وصل، مرة يكون عامد ومرة يكون ساهي ومرة يكون شاك ومرة يكون متردد. هسه واحد يجي يقول أنا ما أدري دخل الوقت أذن لو ما أذن الظهر، راح توضى وصل، مرة يكمل صلاته ويأذن عليه الأذان، ومرة هو في أثناء الصلاة هو جاي يصلي ويركع ويسمع أذن. واضح الكلام أخواني؟ واضح. هذا بعد شنو حكمه؟ إذا في أثناء الصلاة بعد أيام ما يحتاج، وبعد الصلاة هم نفس الشيء. واضح؟ فلذلك أهم مقدمة من المقدمات إن الصلاة كانت على المؤمنين كتاب الموقوف، الوقت في وقته. نعم. واضح الكلام. وحب الأعمال إلى الله صلاة في أول وقتها. والحمد لله رب العالمين.